ولعل الإبادة الجماعية المتواصلة التي تشنها آلة الدمار الصهيونية على أرض فلسطين المحتلة خاصة بقطاع غزة مثال واضح على إخفاق هذا المجتمع الدولي في فرض ضوابط وقيود تنطبق على الجميع دون انتقاء أو تمييز، حيث يتجاهل الاحتلال الإسرائيلي قرارات الشرعية الدولية دون أدنى محاسبة أو عقاب. وفي ظل هذا الوضع المأساوي يتعين علينا جميعاً التأكيد وبصوت عالٍ على أن زمن اللا عقاب واللا حساب قد ولى، وأن تنأحى بتكثيف جهودنا الجماعية للمرافعة من أجل إعلاء صوت الحق وتكريس أولوية الاحتكام للضوابط القانونية الملزمة فوق كل اعتبار وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية. وفي هذا الإطار تثمن الجزائر تمسك دول حركة عدم الانحياز الدائم بدعم القضية الفلسطينية وإيمانهم الثابت بضرورة إنهاء كافة أشكال الاحتلال وتصفية كل صور الاستعمار.